جرح لك الأمري في الميدان في السودان فيرتك الأمري تمعلم سايكي للمالك بناء الاغتفال من الليد المدرب حمزة شعبان القيادة ستكون لعبد عصيبي ولاد أبو حسن على رأسي ولاد أبو حسن على رأسي ولاد أبو حسن يا بلال جرى في الأرضي في الميدان بكلاسيك رشيد وسفر في التفاتة المالك غازي حماد ومحمود المدربين السفر غازي حماد القيادة لعمر الحسون بالرماح أيضا على الأرضي في الميدان في الماجيك والمعبود العنبر الملك حماد الزهراني مدربين السفر لا تغليس القيادة لموشي ما شاء الله تبارك الله على مستوى الخيول بخمس جولات ميدان الأحلام جراح أمام برج تصوير كابينة التعليق موشي ما شاء الله تبارك الله على صوت ابن الله حيث رفع ليت الاحمام عمر الحسون ايضا على صوت جرار انطلق بعمليه الاحماء موشي على صوت ابن رماح ايضا ينطلق بعمليه الاحماء وجراح مع عبد العصيبي مالك سواد مع ميسور ايضا ابن تروسري وزعفران الملك ايضا مدرب ايضا والقياده لمالك سواد ابزي وايضا مع وعد الكحيل من كحيل الشمق وايلا بنت رهيب مالك عبودي حمزه ابو فرات مدربين السفلات ابو الرؤوف القياده لبزي الذي يجمع خمسه اسماء وفعلا انطلاقه موافقه للمجموعه الثامنه للفئه الثالثه ما شاء الله تبارك الله خماسيه منذ البدايه منذ البدايه جراح يقتنص الصداره مع عبد العصيبي جراح يقتنص الصداره مع عبد العصيبي الاحصنه في مجموعه واحده ما شاء الله تبارك الله وعد الكحيل مع بزيو بالمراتب الثانيه مالك سواعد مع ميسور السيرين بالمراتب الثالثه الخيول دخلت المنعطف الاول جراح ما يزال متصدر جراح ما يزال متصدر المدرسه الشماليه بالمراتب الثانيه على صوت وعد الكحيل ها هي الاحصنه خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم ها هي الدبابات يا ساده جراح وعد الكحيل ما شاء الله تبارك الله عمر الحسون على صوت جرار من الداخل جرار مع عمر الحسون جراح مع عبد العصيبي وعد الكحيل مع المدرسة الشمالية بزيو جراح وعد الكحيل جراح بالمرتبة الأولى وعد الكحيل بالمرتبة الثانية وميسور سيرين بالمرتبة الثالثة مع مالك سواعد انطلقت أولا اقتنصت الصدارة منذ البداية يا جراح مع عبد العصيبي وأصرت أن تكون بطل هذا الشوط بكل جدارة مبروك لفرسان الليد اجمعين على هذا المستوى الجميل مع بطل هذا الشوط جراح بلال يا هو اول واحد
جاي الله يهديك حبيبي بلال الله يهديك. يا له مع المدرسه الجماليه بزيو وميسور سيرين مع مالك سواعد الفارس الايطالي ابن السواعد ما شاء الله تبارك الله بالعدنان سيتوج فوز هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله على هذا الانجاز الكبير. جراح يا جراح مبروك الف مبروك جراحة من السودان ثلاثة دقائق مغلوب سيف مبروك لأولاد العامة وحصل احتفال من الليت مبروك لعز شعبان مدرب هذا الحصان هذا البطل مبروك عبد عصيبي مبروك عبد والتصفيق من أخرى للجراح مبروك أبو الوالد مبروك الفرسان للمجموعين على هذا الانجاز الكبير مع بطل هذا الشوط جراح مبروك عبد العسيبي وعد الكحيل يا وعد الكحيل ولا تصفيق لوعد الكحيل مع المدرسه الجماليه ابزاو من كحيل الشجر وعيلة بن ابراهيم الملك عبودي حمزه بن فؤاد مدربين استضافه ابو الرؤوف القياده للمدرسه الشماليه ابزاو وعد الكحيل يا وعد ما شاء الله عليك طلقه ثانيه محله ثانيه بيدو القيادة كانت مالك سواد مبروك مبروك مازلتو بيدو بيدو مازلتو مبروك بيدو زيدو أكون عود يابو عود يوم يابو لو عود بيروت بعود بيروت بعود بيروت هكل يستدر ايش خصوص تو بس تو ايش خصوص خزان وعود لو عمرت من الاخرونة ايش مسبيك ليش تتفكر ما ميروت مازال تو الف مبروك